اهلا بيكي بثينة. أهلا ريم. بثينة، يعني في البداية كده حدثين عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخصوصا إن احنا داخلين على شهر رمضان الكريم، يعني الجالية الإسلامية داخلة على الشهر الكريم. طبعا ريم، طبعا ريم، بداية أحب أقول للجالية الإسلامية هنا في النمسا كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، ونتمنى طبعا لكم صوما مقبولا وجميع المسلمين. أنا كنت موجودة هنا في برونين جاسا في السوق لرصد حركة الناس بمناسبة يعني إن هم بيشتروا أدوات أو بيشتروا البقالة بمناسبة حلول شهر رمضان، ولكن كانت هناك حركة إلى حد ما كبيرة جدا كبيرة جدا، بالرغم من ارتفاع الأسعار. نحن اليوم متواجدون للتحدث أكثر عن التضخم وآثاره على ارتفاع الأسعار. أدت الحرب الأوكرانية إلى ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار في كثير من المجالات، وخاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. طبعا تحدث كثير من تجار التجزئة الألمان عن موجة ثانية من ارتفاع الأسعار، و طبعا أشاروا إلى أن النمسا يجب أن تكون مستعدة لهذه الموجة وموجة أخرى من ارتفاع الأسعار، كما أدت أيضا ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وعلى كثير من الناس توفير كثير من الأموال لشراء البقالة في المستقبل. كما تحدث أيضا راينا ويل رئيس النقابة التجارية في النمسا أنهم يقومون بالفعل بالعمل ضد التضخم، ولكنه لا يستبعد موجة ثانية من ارتفاع الأسعار، وخاصة أن التضخم ارتفع الآن بنسبة كبيرة جدا منذ عام 1981، وآخر إحصاءات مكتب الإحصاء النمساوي رصد حوالي ارتفاع للتضخم بنسبة 6.8% في المائة في شهر مارس. أيضا أضاف راينا ويل أنه من الممكن تخفيض أسعار المواد الغذائية، ولكن الحرب الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار أيضا المنتجات الحبوب في أوروبا، أيضا لأنه يوجد الآن زيادة الطلب عليها، لأنه كثير من الدول الأوروبية بالفعل تعتمد على المنتجات الحبوب من أوكرانيا وروسيا. أيضا أشار أن تجارة المواد الغذائية تعتبر هي الأكثر مقاومة للأزمات مقارنة بالمجالات الأخرى، حيث نتحدث هنا في فبراير عام 2022 ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 70% والتدفئة بنسبة 50% والديزل بنسبة 31% والكهرباء بنسبة 20% والمرور بنسبة 7.7% وقطاع الطهو بنسبة 6.7% وفي قطاع الغذاء هو الأقل بنسبة 4.3%. وطبعا عندما يتعلق الأمر بالتضخم، نحن نتحدث هنا أن ارتفاع أسعار الطاقة والوقود بيعتبروا هما المحركان الأساسيين لارتفاع الأسعار، بحيث تعتمد أيضا كثير من الصناعات على الطاقة والوقود، وبالتبعية تزداد تكاليف النقل والإنتاج. وأيضا هنا أشار راينافيل إلى وجود أو احتمالية كبيرة لتطور ديناميكي في الأسعار. نتحدث هنا أيضا عن ارتفاع أسعار أو توقعات بزيادة أسعار اللحوم والأعلاف والأسمدة والخبز والحبوب في الموجة الثانية من التضخم. أيضا في فبراير عام 2022 ارتفعت أسعار الزبدة لتصل إلى 22%، والنفط بنسبة 12.9% والخضروات بنسبة 6.8%، وطبعا ازدادت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 5.9%، وأظهرت أيضا اللحوم والجبن والحليب والبيض زيادة بنسبة 3%. وطبعا وفقا لراينا فيل رئيس الغرفة التجارية أنه تعتبر حزمة الطاقة التي قدمتها الحكومة هي سارية بالفعل في المسار الصحيح، ووفقا لآخر تقديرات الجمعية التجارية يوجد حوالي 14% من السكان يجب عليهم فقط شراء السلع الأساسية، لأنهم لا يستطيعون حتى شراء قميص، يعني
ايضا اشار ايضا ان انه ايضا يجب تقديم المساعده على الفور للسكان وتقديم يد المساعده للشركات لانها تعتمد بشكل اساسي يعني جدا على الوقود لتبريد المستودعات ويحتاجون ايضا للوقود للطاقه للنقل والانتاج. طيب بوسينا، ده كان بالنسبه لاسعار المواد الغذائيه اللي ارتفعت وقد ايه ارتفعت. حدثينا بقى عن ارتفاع رسوم الانترنت المتوقع. طبعا ريم، نحن تحدثنا قبل قليل بأثر التضخم لارتفاع أسعار المواد الغذائية، نحن نتحدث أيضا عن أنه بسبب ارتفاع التضخم من المحتمل رفع أسعار خدمات الإنترنت أو رسوم خدمات الإنترنت، حيث تحدثت جمعية خدمات مزودي خدمات الإنترنت عن ارتفاع أسعار الإنترنت بسبب تهديد إلغاء قيود شركة أينز تيليكوم استوريا، لأن كثير من الشركات سوف تعتمد على البنية التحتية لشركة أينز بسبب افتقارهم إلى أو عدم قدرتهم على تشغيل بنيتهم التحتية الخاصة بهم، وبالتالي ستتمتع شركة أينز بمكانة احتكارية في جميع أنحاء النمسا، وسوف تقوم بالفعل بزيادة أسعار بنيتها التحتية بالنسبة لمزودين خدمة الإنترنت، وأيضا سوف يقومون مزودي خدمات الإنترنت بالتبعية بزيادة أسعار استخدام البنية التحتية التي هي بالفعل يجب أن تتكبدها الحكومة. وبذلك أشار رئيس الجمعية أنه يجب على العملاء دفع خدمات الانترنت على مرتين، مره لارتفاع البنيه التحتيه وايضا ارتفاع او الدفع لمزودي خدمات الانترنت. شكرا لك بوسينا على هذه التفاصيل وشكرا جزيلا. شكرا لك ريم.